next day, his body was found to be missing. Until today, no trace of Dr. Satan has ever been discovered. But then who knows? Maybe he lives next door to you. حسر في على المستقبل الخرى اللي ناطر هالبلد لو انك تقرا بالفنجان تشوف سواد الحقد او تضرب بالرمل لحتى الرمل يتوجع او تتعامل مع الجن لحتى الجن بمخه يفجع صرعت السما السابعه بالكذب والخديعه من تحت الطاولات دورتوا على الذريعه شي حريه شي حق انساني شي اخواني شي علماني شي كافر جاي يطبق شريعه مصالح ممصوبيه دم الشعب وقوده المحبه فوبيا خوف الافكار السودا العماله عم تنتشر كأن فيروس الصبح قاعد عم يفتي والمساء عالسايروس سوريا صارت العدوة اسرائيل صديقة بحيزم ناس فهمة تختالوا صوت الحقيقة جهاد صار جهاد الاخ عاخوه التاني كله بده الحرية فكر الجنة كالرخانة ستياني اخذ الحرية معه ابن الكلبة عذرا للتشبيه استغفرك يا ربي جماعات تكفيرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل راسهم اي بس الحجر متصلب مثل المعادن ناقش الجحش ولا تناقش عقلية الظواهر البلادن فكر مصنع لمكاتب الموساد بهلل على القصف الاسرائيلي حيوا على الجهاد حقد ممنهج هلا بالمشيمة السبطانة بتغذي الفكر القدر والهدف تصهيون استيطاني منبع تصدير الفكر الطالباني تل ابيب صار الولد يرضع طائفية بدال الحليب مخون محشة حقد كراهية وخداع دقن القذارة لنص بطنن شرفوا من باع باسم الدين سيارات الحرية بفجر والدين براء من فكر السفالي المتحجر قصة احبسها ودمعتك بعينك رصة جوا قلبك فكر بالقصة وترحم على القاص شعبي بده الخلاص قولوا عني فقدت عقلي طلعت من ورا المدراس وبعرف في قناص عم يوسع رصاص انتقاما من طيبة شعب بحب بلده عرضه عرضه ما في فائدة مفروض عليك تنعم بديمقراطية واشنطن وتدوق الحرية بنكهة تنظيم القاعدة يشتمونا يسخرونا يهزقونا بك ثم تنتصر قاعدة سائدة عم تتبرهم بهذا العصر فرجيني بآخر اللعبة ابتسامتك ضحكتك حيلتك اللي فشلتك كذبتك فضحتك الغاية القذرة تبرر الوسيلة الأقدر متخمر عقلك مسكر مفكر بأنك تقدر تلعب لعبتك بالدنيا ترى بلا ما بالآخر تنكشف تعترف بحر خداعك بيكون تبخر ونجرب بين الحق والباطل أصير كتير البرزخ ما حدا رح يعبرك قد ما تتفاكى وتصرخ خود معلومة بالدنيا عسى غبائك يتعوض الكلب اللي بيعوي كتير ما بيخوف وبيتروض عملك مبني على نفاق انزرع جوا دماغك لما في جرأة جواتك حتى تقدم بلاغك معطياتك مبنية على فكرة قدر حاقد روح خبي غسيلك الوسخ من بعد اشتغل ناقد له الواقع لما بتأشر علي بإصبع انتبه انه أشرت عحالك بثلاث أصابع جمل عرجني شفته ديدان تخبت في قواقع مصنوعة من فلسفة ماسونية كده بخادع تفكيرك راجع وتذكر بلا ما تتنكر بعباية ملوثة بالدم وفكر مستورد مكتسب دور على السبب لا تدور على الحسب والنسب نقاش معكم عقيم ومخصي وصايب وداء الجرى عم ابن الساتر لكون ساتر لخشبة هالمسرح الغابر من بعد ما بانت النجمي بالشمس وغابت بالموسيقى خابز اللحن وعم اشتغل ضابط ايقاع الضو ضابب وباهت لهيك بانت القصة من المطلع وطلع وشوفه جاحظ بس لسانه سامح وبايده شايف حاله انه شايل على المقابر ورده يحضر عرس بزفة صوت العظام والحناجر لما احضر الرصاصة ايد بسلك تتكتف واقف على الحاجز شايف قدامه القذيفة كيف عم تتنتف يا معارض للكلام يا مفاوض عالسلام وللنظام هل رأيته في الاحلام ارنب ان يطير في الادغال نعم عزيزي المجاهد انه الخيار شوف المشيمة عند العرب الشيمي بالبترول عنده لتر بمده متر وباقي وقته عم يوقع على بروتوكول اقتل بسم الله وانكح بامر الله واذبح حماك الله ثم كبر ثلاث تكبيرات وللمصالح الوطني بيك زاجل مع ثلاث اصوات قلت الشعبية للشعب من وقت اللي تشعب وزادت التشعبات القليلة وطلعت من تحت الكعبة تبلور تنقلوها حطوها حمص تجننت بجنة جنان مرصاد الخزن والمغزى فاتح خزاني جوا حيط ملزق احرف الزنزاني مبزق بالدقن مطبع كم حوري فيا خباهن للاخر مزعزع بالفاخرة تفاحتين معسل بطعم الخرا والدورة عنا برج سبطاني صاخرة كاول لف الحرارة حتى العسكر بيمسح شوخ لما يشوف الصاروخ بحيطان بيته مفلوخ يرجع عالفرشي مدوخ خمرسته بالسلك الاحمر وعخسر وخنجر بتفاجئ باصله مبندق سلف على اخوانجي طبقوا احلام مجاهد قدام الضابط واقف جامد مع اول كف بياكله عاخو بقر بيتسطر السمك بالمي عنده قناعه انه بيغرق السمك بيغرق السمك بيغرق
سياسة فالي فولكينو ام سي كولونيست راب هم سيري سوريا ابن جمدين خضر ابن جمدين خضر